مشاهدي الكرام، بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية، وشرفنا ومنورنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف مجلس الوزراء. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، نورنا ومشرفنا. خلونا نبدأ من أول خبر، وهو خاص بتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاتصال أتى في إطار التشاور في المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف. أكد السيد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء. أعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لا سيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مستعرضا الجهود الفرنسية الإغاثية ذات الصلة. اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة، وصولا لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ودينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك خلال اتصال هاتفي أيضا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، وإحياء مسار عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. موقف الدولة المصرية ثابت. نعم. احنا بنتكلم على الوقف الفوري لإطلاق النار، وصول ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وده اللي دايما الرئيس بيتكلم فيه مع كل الناس اللي ممكن ان هم يكونوا يعني مؤثرين وعندهم القدرة على تفهم الموقف. عايز أرجع لزيارة الرئيس الفرنسي منذ يعني أيام لمصر والمؤتمر الصحفي اللي تم عقده، واللي كان على أساسه كان هذا الاتصال. هل بتلاحظ مثلا تغير في الموقف الفرنسي منذ، احنا كان في تغير منذ اندلاع الأزمة، لكن دلوقتي في هذه الأيام شايف الموقف الفرنسي ازاي؟ شوفي، يعني هناك تغير في جميع المواقف وليس في الموقف الفرنسي فقط. يعني حضرتك شفتي في بداية الأزمة وكان في مؤتمر صحفي وزيارة لمصر للرئيس الفرنسي ماكرون، بالإضافة إلى أن هنلاقي أن هناك تغير كامل سواء في اللهجة أو المواقف فيما يتعلق بالأزمة. كان دايما الموقف الغربي ومنهم الموقف الفرنسي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأيضا مواجهة ما يسمونه إرهاب أو وخلافه، لكن تغير الوضع تماما. تغير الوضع تماما، الكل يعني يحاول تصحيح الموقف السابق الذي بني على معلومات من جانب واحد فقط، وبني على موقف واحد فقط هو موقف الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هنجد أن هناك تغيير حتى في اللغة وفي الحوار فيما يتعلق بهذه الأزمة. مصر موقفها ثابت، موقفها ثابت من البداية حتى الآن لم يتغير. لها موقف تاريخي عندما قررت عدم خروج أي من حملة يعني الجوازات الأجنبية أو خلافه من معبر رفح إلا بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اليوم نساوم على قضية جديدة، وهي أن هذه المساعدات
ليست كافية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ولكن في أمر حيوي في دخول المساعدات الآن، وهو المواد البترولية. المواد البترولية لأن هي اللي بتشغل جميع المرافق في غزة، سواء كان مستشفيات أو مخابز أو وخلافه. وبالتالي برضو مصر موقفها ثابت، وهو لابد من دخول المساعدات، خاصة المواد البترولية. ده من ناحية. في من ناحية تانية أيضا، مصر أيضا ما زالت مصرة على ضرورة، يعني قبل انتهاء هذه الأزمة لابد من وضع قواعد ومبادئ فيما يتعلق بآليات حل النزاع. والحل هنا حل تاريخي، وليس كما كان في العقود السابقة ان احنا بيبقى فعل ورد الفعل وبعدين نسكت شوية وبعدين العالم يسكت تتنسى القضية الفلسطينية. لكن ما يحسب لمصر والموقف العربي الآن أنهم أعادوا القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالاشتراطات العربية إلى قائمة أولويات. بس الفارق شديد ما بين وجهة النظر العربية والمصرية فيما يخص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ورجوع للحدود ما قبل 67، وده موقف الدول العربية والدول المساندة للقضية الفلسطينية، بينما الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي بيتحدثوا عن إقامة منطقة منزوعة السلاح بتبقى السيطرة الأمنية لإسرائيل. يعني اختلاف المواقف. بصي، لا، هم دلوقتي بيناقشوا وضع أعتقد أنه لن يتحقق، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ما تيجي مثلا تتكلمي عن وقف إطلاق النار، أو هم يقولوا هدنة ساعات أو هدنة يومين، لكن الدول العربية مصرة على ضرورة استمرار هذه الهدنة. هم يتحدثون مثلا عن عودة إسرائيل للضفة لغزة مرة تانية. بدأوا أمام الموقف العربي والموقف المصري مثلا على سبيل المثال، بدأوا يحذروا حتى إسرائيل من مغبة إن هي تاخد هذه يعني الحرب ذريعة للعودة مرة تانية إلى غزة. صحيح. لأن ده هيكلفهم كتير جدا. صحيح. طيب خلونا كمان نروح لخبر آخر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي محددات الموقف المصري من الوضع الراهن في قطاع غزة، زي ما قلنا لحضراتكم، خاصة زي ما قلنا الوقف الفوري لإطلاق النار، حماية المدنيين، تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، عدم إعاقة تدفق. الكلام ده كمان أكد عليه سيادته في أثناء استقباله لويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية. نفس الموقف ونفس الحديث دائما. نعم. ما يتردد أن بنقول أن يعني فكرة أن احنا عايزين حل لهذه الأزمة ووقف هذا الاقتتال أو القتال داخل صعيد أو قطاع غزة، بس تحديدا زيارة مدير المخابرات الأمريكية في هذا التوقيت. دي من الأمور الهامة جدا. ليه بقى؟ هذه الزيارة الهدف منها هو احتواء الموقف وعدم اتساع رقعة الحرب أو النزاع أو الصراع مع أطراف أخرى، وهم عارفين هي مين الأطراف الأخرى. يعني مثلا مع حزب الله، مع إيران، إيران بتمول حزب الله وهكذا. ليه بقى؟ لأن لو حضرتك شفتي خلال الشهور الماضية كان هناك أو استطاعوا حل قضية من عقود فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية اللي هي موجودة في البحر المتوسط، وبالتالي ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وبين إسرائيل. إذن لو حصل تطورات في هذا الصراع، ويمكن انت شفتي مثلا بغض النظر عن مدى جدية هذه التهديدات او خلافه، ولكن هي في النهاية لما حسن نصر الله قال ان بالنسبة اللي مش عارف البحر المتوسط احنا عددنا العدة وهكذا يعني. لكن
بعيدا عن هذه القضية من الممكن أن يعود بالعلاقات اللبنانية الإسرائيلية فيما يتعلق بالترسيم إلى منطقة الصفر مرة تانية، وبالتالي نخش في نزاعات. احنا كنا على وشك ان احنا كمان نحدد المنطقة الاقتصادية في المياه في البحر المتوسط بالنسبة لغزة وللفلسطينيين. اذا كل هذه الامور خصوصا لما يجي مدير المخابرات CIA للمنطقة، هو الهدف احتواء هذا الموقف، لان تداعياته لن تكون على الفلسطينيين فقط ولا على الاسرائيليين فقط ولا على اللبنانيين فقط، هتكون على المنطقة بالكامل. يعني اهتمامنا بما يحدث للأخوة الفلسطينيين وقطاع غزة، يعني اهتمام كبير من القيادة المصرية والحكومة المصرية وما يتم تقديمه من مساعدات، لكن ده ما يمنعش كمان ان مصر كمان بتخوض في هذه المرحلة الى جانب التحديات الموجودة والاقتصادية والتحديات اللي احنا بنشوفها جراء ما يحدث في العالم، لكن كمان احنا عندنا اعلام من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي بكرة ان شاء الله عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالرموز الانتخابية الخاصة بيهم. من المقرر ان هيتم انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين مع الإعلان عن القائمة، يعني فور الإعلان هتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية. فترة الدعاية الانتخابية هتستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي اللي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 ديسمبر القادم إن شاء الله. وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرار بتشكيل لجان لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023 في كل محافظات جمهورية مصر العربية. الهيئة الوطنية للانتخابات عرفت في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأنها تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، وضع الملصقات واللافتات، استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة اللي بيوجزها القانون أو القرارات اللي بتصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. الحقيقة هو احنا في مشهد صعب، يعني المشهد من الأحداث الدولية اللي موجودة هو مشهد صعب في وجود ما يحدث في هذا القطاع، ولكن الدولة المصرية يعني بتمضي قدما في مسألة الاستحقاق الانتخابي وخاصة الانتخابات الرئاسية 2023، وبكرة إن شاء الله وفقا للجدول الزمني اللي حددته الهيئة منذ بداية العمل في الانتخابات الرئاسية إن هيبقى عندنا يوم يعني 8 إن شاء الله هيبقى فيه عندنا إعلان ل المرشحين. شايف المشهد ازاي؟ بص المشهد يعني في البعض اللي هو بيقول لك ان الامور صعبه فيما يتعلق بالوضع الحالي في المنطقه وخلافه، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان اليات الدعايه اختلفت اختلاف كبير جدا عن انتخابات سابقة او عن عقود مضت مثلا. على سبيل المثال انت حضرتك ممكن تعملي دعايتك وانت قاعدة دلوقتي هنا بتملى الدنيا. بتملى الدنيا. وبالتالي هنلاقي ان قرار الهيئة اللي هو اقتصارها على التجمعات والاجتماعات وخلافه، اعتقد ان ده يعني بيتطابق والوضع الحالي يعني فيما يتعلق بالتكنولوجيا وخلافه. صحيح. ثانيا دي فرصة. أولا أنا 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 بشجع هذا الاتجاه لسبب بسيط جدا، إنك أولا تقدري حتى أنت عارفة كل انتخابات بيبقى محطوط فيها البادجت أو إنك ما تزوديش ولا يعني مستوى الإنفاق أو حد الإنفاق. أنت من الممكن دلوقتي ده يشيل عنك تكاليف كبيرة جدا فيما يتعلق بالإنفاق، فالوضع أصبح إلى حد ما سهل جدا فيما يتعلق بالدعاية. ثانيا الصمت الانتخابي، أنت تستطيع أن تراقبي هذه الأوضاع كلها عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الإلكترونيا يعني وانت قاعدة في المكتب دلوقتي، ما عادش بقى في قضية ان انا ممكن اروح اقدم فيك شكوى واقول ده عملك كذا وفي الحتة الفلانية عملك كذا او اثبت لاني هو اساسا مذنب او خلافه. صحيح. ده صحيح.
طب يعني احنا طبعا بنعمل ان احنا بقى تبدأ الحملات الرئاسية للمرشحين اللي هيتم الاعلان عنهم بكرة، القائمة النهائية للمرشحين، ان هم يبدأوا بقى يعملوا دعاية للمرشحين ويعرفوا الناس، ويبقى الى جانب طبعا ان احنا هيظل الوضع في غزة هو محل الاهتمام، لكن هنبقى محتاجين ان احنا على الوضع الداخلي ان احنا يبقى عندنا معرفة بالقائمة النهائية للمرشحين والبرامج الانتخابية والسيرة الذاتية والحاجات بقى اللي احنا محتاجين يعني نعرفها عن من يحق له بقى خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية. خلونا بقى نروح لخبر آخر. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعني وجه بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وده علشان يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية اللي بتتفق مع الخطط لمواجهة التغيرات المناخية. دكتور مدبولي كلف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، اللي بتسهم أيضا في الحد من استخدام السيارات اللي بتعمل بيها الوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، وأكد على ضرورة أن يكون هناك محفزات واضحة علشان يتم تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام. كان الكلام ده حصل في اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علشان يتابعوا الموقف التنفيذي الخاص بهذه الصناعة ومراحل تنمية صناعة السيارات. فكرة ان احنا صناعة السيارات واحدة من اهم الصناعات الهامة في العالم، واللي في دول بتبقى يعني رائدة في هذا المجال وبتتميز بنوع سيارة اللي هي بتصنعها. تجربة مصر في فكرة وجود صناعة لسيارات كهربائية علشان نقلل استخدام الوقود الأحفوري، النقطة المهمة ان احنا محتاجين ان الصناعة دي حتى المكونات اللي تبقى موجودة هي مكونات يعني نطمع اكتر، يعني ان يبقى المكون اللي موجود مكون محلي، مش مجرد ان انا بستورد 80% او 85% منها لمجرد ان انا بقفل المنتج هنا. أهمية الخطوة اللي بيتكلم عنها هذا الاجتماع، شوفي دي من الأمور الهامة جدا، خاصة لو حضرتك قارنتي الوضع الحالي بما تقوم باستيراده من سيارات من الخارج، ده واحد. الحاجة الثانية إذا قارنت استخدام الوقود اللي هو الكهرباء مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق باستخدام الوقود التقليدي، هتلاقي فيه برضو ميزات كبيرة جدا. ليه بقى؟ هتقصد في تكلفة استخدام الكهرباء واستخدام البنزين بالضبط. انت في الأول يعني ايه كان الوقود التقليدي بيشكل عبء على الموازنة العامة للدولة، لأنك انت ما زلت بتستوردي حوالي 25% من احتياجاتك من المواد البترولية هو ما زال يشكل عبء من الخارج وما زالت حتى الآن، وبالتالي عندك إنتاج للكهرباء تستطيع توفير هذه المبالغ التي اللي احنا كنا بنستورد بيها، دي حاجة. الحاجة التانية أول ما بتيجي تخش في استراتيجية أو لصناعة السيارات أو لأي شيء عموما، أنت بتحطي مجموعة من القواعد مقابلها مجموعة من المحفزات. طب القواعد والإجراءات إيه؟ القواعد والإجراءات أقول إن أنا خلال السنة الأولى يكون نسبة المكون المحلي مثلا 45%، السنة الثانية يكون نسبة المكون المحلي 65% وتزيد. تزيد ليه؟ لأن على ما تيجي تخلصي هذه المدة تلاقي إن المكون المحلي مثلا أصبح 90%، وبالتالي معنى المكون المحلي معناها إنك من الممكن إنك تستقلي بنفسك وتصنعي أنت العربية بالكامل مثلا على سبيل المثال. هذا ما فعلته الصين، فعلته الصين عندما فتحت جميع المقاطعات للشركات الأوروبية والأمريكية، راحوا نقلوا هناك عملوا المصانع، بس هي كانت بتيجي تقول انت هتعمل خطين انتاج، انت تاخد خط وانا خط. طب هي هتاخده تعمل بيه ايه؟ كانت لسه ما بتصنعش، لا بتدرب عليه العماله بتاعتها، وبالتالي اصبحت رائده في صناعه السيارات. نفس الامر الحكومه بتدرس مجموعه من الحوافز، الحوافز اللي هي الشركات اللي هتيجي وتخش في شراكه مع القطاع المصري، انا بديها مجموعه من نفس الحوافز او ما يشبه الحوافز اللي هي بتاعه الطاقه الجديده والمتجدده، اللي هو ايه؟ او الهيدروجين الاخضر، اللي هو
ان انا بقى في جميع الكومبوننت اللي انت بتجيبها من بره من الرسوم والضرائب وخلافه، ان انا بديك حد اعفاء من كافه هذه الرسوم لمده معينه، اذا اقمت المشروع خلال سنه وبدات الانتاج استطيع ان انا ارد لك ما اللي انت دفعته قبل كده وهكذا. فدي استراتيجيه لابد من العمل عليها الان. العالم كله يسير الان في اتجاه الطاقه الكهربائيه. صحيح صحيح. خلونا بقى نروح لي يعني هذكر لحضراتكم العديد والعديد من الانتهاكات اللي بتحدث للشعب الفلسطيني. استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون بالأمس في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة. من جانبها أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استيائها من عجز العالم عن وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ومن مواقف بعض الدول التي ما زالت تبدي التحفظات حول مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. الوزارة طلبت في بيان صحفي بعض دول العالم بتطوير مواقفها، تحلي بالجرأة والشجاعة القانونية والإخلاقية واتخاذ مواقف معلنة ضد الحرب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لوقفها فورا، وطلبتها أيضا بسحب الغطاء الذي وفرته لدولة الاحتلال ولا زالت توفره لها ليستمر العدوان على الفلسطينيين. أدانت الوزارة بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال في قطاع غزة لليوم 32 على التوالي، بما تخلفه يوميا وكل ساعة من مجازر جماعية وتدمير ونزوح قسري للمواطنين، فيما يشبه دوامة الموت التي تحيط بهم من كل جهة لدرجة لا تستطيع معها الأرقام أن تعبر عن حقيقة ما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة من نكبة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في ظل حرب الاحتلال التجويعية والتعطيشية والحرمان من الماء والكهرباء والدواء وعديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية. لازلنا أمام الصمت الدولي أمام الانتهاكات العلنية والمعلنة من يعني ما يحدث في فلسطين. هو ممكن أن يحصل تغيير في الأيام اللي جاية فيما يتعلق بالموقف في فلسطين؟ لا، بما يتعلق على الأقل بالصمت، يعني بالصمت. خلينا نبقى يعني واقعيين، هل من الممكن أن يتغير هذا الموقف؟ من الممكن تحت الضغوط الشعبية في كافة دول العالم. حضرتك لو يعني أنت بتشوفي المظاهرات في دول أوروبية لا يمكن أن تتخيلي هذا الموقف. ثانيا ده بيضع حكومات هذه الدول في حرك شديد جدا. ثالثا إن هم يعني في نوع من محاولة التبرؤ من المواقف الأولى اللي هي أبدوها في الأسبوع الأول من هذه الحرب. ثالثا الغطاء الدولي اللي هو دلوقتي لا نستطيع أن نقول غطاء دولي يعني كامل أو شامل لما تقوم به إسرائيل، ولكن هو غطاء دولي، هو غطاء أمريكي فقط حتى الآن. يعني دلوقتي أصبح أمريكي فقط، بمعنى أن كل الدول بدأت يعني تبعد عن السياسة أو الموقف الأمريكي فيما يتعلق بدعم إسرائيل. ثالثا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فيها يعني مشاكل داخلية بسبب هذه الحرب. هناك استقالات بالجملة في وزارة الخارجية الأمريكية، أصبح هناك خلافات بين الديمقراطيين أنفسهم فيما يتعلق بالموقف من الحرب. إذن من الممكن حدوث عفوا أي تغيير في الفترة القادمة؟ نعم، من الممكن أن يحدث ذلك. يعني احنا طبعا بنتمنى ان العالم يعني يرى الحقيقه كامله، وده يمكن الدور اللي مصر بتقوم بيه يعني من اول لحظه في هذه الحرب الدائره، هو توضيح المواقف وان هي ما كانتش يعني بنتعدى يوم 7 بقى ونبدا نفكر في اللي حصل فيما يحدث للشعب. عايز اقول بس حاجه بسيطه اللي هو فيما يتعلق ب إلزام إسرائيل بالقانون الإنساني فيما يتعلق بالحرب. أنت لو جبت قوانين العالم كله علشان تطبقيها في حرب إسرائيل على غزة لا يمكن
تستطيع انك تطبقي بند واحد لسبب بسيط جدا. دي منطقه انا مش عايز اقول لحضرتك مثلا 200 كيلو ولا حاجه بيعيش فيها 2 مليون او اكتر مواطن، لا تستطيع التفرقه بين المدني والعسكري. فدي كارثه. كمان يعني معلش خلينا نشوف الاعداد هنا والاعداد هنا، يعني لو بنتحدث عن اعداد مصابين هنا، هم طبعا المدنيين كلهم، يعني احنا حتى مصر بتتحدث عن المدنيين عموما، لكن خلينا نشوف حجم المعاناه ما بين ما يعانيه الشعب الفلسطيني والاعداد اللي موجوده وما يحدث يعني في جيش الاحتلال. طب خلينا نروح لوزاره الخارجيه الروسيه اللي قالت امبارح ان تهديد وزير التراث الاسرائيلي بضرب قطاع غزه المحاصر والفقير بقنبله نوويه يثير اسئله بشان السلاح النووي الاسرائيلي. واضافت المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه ان تصريح وزير التراث الاسرائيلي المتطرف عن وجود يعني قنبله نوويه او انه ممكن يستخدمها ده بيثير عددا كبيرا من الاسئله، واضافت ان السؤال الاول هو ما اذا كانت اسرائيل تمتلك اسلحه نوويه بالفعل. وقالت اتضح اننا نستمع الى بيان رسمي من كلام الوزير حول وجود اسلحه نوويه في اسرائيل. اما السؤال الثاني هو اين الجميع؟ اين المنظمات الدوليه؟ اين الوكاله الدوليه للطاقه الذريه؟ اين المفتشون؟ واعتبرت الدبلوماسيه الروسيه ان تصريح الوزير الاسرائيلي يسلط الضوء على سبب رفضه ورفض بلاده لوجود شرق اوسط خالي من الاسلحه النوويه. وما نسيتش ان هي توجه الاتهامات طبعا للولايات المتحده اللي قالت انها بتساهم بطريقه ما في وجود هذه الاسلحه في اسرائيل وقدمت لها الدعم الكامل في هذا الشان. هو السؤال بس احنا يعني لو في اسلحه الولايات المتحده ليه ما بتحاولش انها تفتش عن الاسلحه النوويه زي ما حصل مثلا في ال بص ما هي يعني قبل كده يعني سياسه الكلب مكيالين دي ماشيه يعني تتبعها الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بتحقيق مصالحها في اي منطقه في العالم. صحيح. هم عارفين بس ده كانت الذريعه للدخول مثلا للعراق. نعم. وده صحيح وحصل ولم يظهر اي اسلحه نوويه في العراق او خلافه يعني. صحيح. ولكن هي ما زالت الدعم القوي لإسرائيل. ثانيا إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام إلى المعاهدات الدولية. ثالثا إذا كان الوزير الإسرائيلي قال كده إحنا عارفين إن إسرائيل عندها نووي بس ده إعلان رسمي بس ده إعلان من الحكومة. صحيح. إعلان رسمي وبالتالي أعتقد ان ده هيشجع دول اخرى ان هي برضو مش تمتلك اسلحه نوويه يبقى لديها مشروعات نوويه. يعني مثلا ايران هل من الممكن ان يتحكم القرار الروسي والصيني في مثل هذه الامور؟ بصي شوفي روسيا والصين ما زالوا يعني يمثلون او كل يعني مش عايز اقول الدول العربيه في قوة في العالم بتعول على الصين وروسيا فيما يتعلق بهذه الأزمة. رغم ان هم الى حد ما ساكتين الى ان هم في وقت من الاوقات كده تلاقي الروس طالعين بتصريح قوي جدا. زي مثلا بتاع الأسلحة النووية زي أو في بداية الأزمة. الموقف الروسي لما قال إن الولايات المتحدة لم تكن وسيطا للسلام في الشرق الأوسط على الإطلاق ولم تبذل أي جهود للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولم ترعى أو تتابع حتى الاتفاقيات التي تم توقيعها في فترات سابقة زي أوسلو وزي مدريد وخلافه. صحيح. يعني أنا يعني بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف مجلس الوزراء، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا الكرام بكده بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية، مكملين مع حضراتكم صباح البلد. هسيبكم مع الزميلة داليا هتتكلم مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا الأستاذ أشرف البهي مدير التنمية الذاتية وإعداد القادة. فاصل يعني هيبقى عندنا يعني كلام كتير قوي عن إزاي إن إحنا في وسط هذا خضم من الاحداث يبقى عندنا ثقه بالنفس، حاجات بقى اللي هي اللي احنا محتاجينها كلنا بصراحه. فيعني بدعوكم للمتابعه وانا بشكركم جدا.